رحمة والمغفرة للأديب القريب سعد الدين إبراهيم. نواصل دفق الشروق الصباح الحي ولكن على مساحة أخرى من الجمال، ورحب بالزميل مصطفى عبيد الله لموجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور حمزة، وصباح الخير على كل المشاهدين الأحباب. ورحم الله شاعرنا سعد الدين إبراهيم، ومثل ما قال عن الحبيبة أنا سأقول عن قضايا وهموم الوطن. أهلا ومرحبا بالجميع في الموجز. أهلا ومرحبا بمشاهدينا الأعزاء، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة الشروق ضمن صباح الشروق. أهلا بالجميع. رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الدعوة لكافة القوى السياسية للوصول لاتفاق يرضي الجميع ويخرج البلاد إلى بر الأمان، وقال لدى مخاطبته حجزا جماهيريا بولاية النيل الأبيض بمناسبة تخريج أكثر من 50 حافظا لكتاب الله الكريم بمحلية أم ريمتا، قال إنهم يريدون تراضي الجميع على حل يخرج السودان من أزمته الحالية. وبعث دقلو بعدة رسائل للفرقاء السياسيين حثهم فيها على ضرورة نبذ الخلافات والعمل على مشاركة الآخرين من أجل أن تمضي البلاد إلى الأمام. اطمأنت وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول على وفد السودان الشبابي المشارك في منتدى ريادة الأعمال بدولة مصر، والذي افتتحت جلساته وسط رغبة كبيرة وحرص أكيد من الشباب على اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات في فنون تصميم المشروعات الإنتاجية المختلفة. وأوصت هزار بضرورة المشاركة الفاعلة بقية اكتساب المزيد من التحصيل المعرفي في مجال ريادة الأعمال تحقيقاً لبلوغ الغايات التي يطمح لها الشباب. استقبل والي القضارف المكلف وفد جمعية تنظيم الأسرة بالعالم العربي برئاسة الفارو بنجامين، وبحث اللقاء سبل مشاركة الجمعية في ترقية خدمات الصحة الإنجابية والطفولة للاجئين الأثيوبيين بمعسكرات اللجوء إضافة للمجتمعات المستضيفة. وأكد والي القضارف على أهمية تكامل الأدوار للنهوض بالصحة الإنجابية وتقليل نسبة وفيات الأمهات وتحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة، إلى جانب دعم المستشفيات بالمناطق المستضيفة. ونبقى في ولاية القضارف، حيث استعرض اللقاء الذي جمع حكومة ولاية القضارف ووفد اتحاد المصدرين والمستوردين العرب المشروعات والفرص التنموية بالولاية، واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لدراسة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي طرح الوفد توطئة لإجازتها، ومن ثم إدراجها ضمن الموازنة المالية للعام القادم. ويأتي على رأس هذه المشروعات تأهيل طريق الصادرات القاري القضارف دوك القلابات، والذي يربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها مع إنشاء منطقة حرة بمعبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا. دشن والي كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله برنامج نفرة التعليم والمصارف والمشروعات، مثمنا جهود ديوان الزكاة التي ظل يبذلها تجاه المجتمع. وأوضح لدى مخاطبته تدشين هذه النفرة أن البرنامج اشتمل على عدد من المحاور من بينها الحقيبة والزي المدرسي والصرف على الفقراء والمساكين عبر لجان الزكاة القاعدية، علاوة على المشروعات الفردية ومعينات المعاقين. شدد والي سنار المكلف العالم إبراهيم النور على أهمية مجلس الحكماء في رتق النسيج الاجتماعي والمساهمة في حل المشاكل بين المواطنين وتقديم المساعدة للأجهزة الإدارية والتنفيذية والنظامية في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار. جاء ذلك لدى مخاطبته بمدينة سنجة الاجتماع الأول لمجلس الحكماء عقب اختياره من القيادات الأهلية والأعيان وأهل الرأي والحكمة بحضور حكومة الولاية وقيادات الأجهزة النظامية. ومن المتوقع أن يسهم المجلس في المصالحات وتعزيز السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية بالولاية.
الخبر الأخير في هذه النشرة الموجزة. أطلق المجلس القومي لرعاية الطفولة مشروع إنشاء قاعدة بيانات الطفولة بولاية شمال دارفور، وأشاد الأمين العام للمجلس عبد القادر عبد الله أبوه لدى لقائه بأمين المجلس بولاية شمال دارفور حكم الحافظ، أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس تجاه الأطفال، ونادى بتقوية البناء الهيكلي والتنظيمي للمجلس، مؤكداً على أهمية وخصوصية جهود المجلس بإقليم دارفور، وذلك للظروف الاستثنائية التي عاشها الإقليم. إذن مشاهدينا الأعزاء، انتهى هذا الموجز، وهذه عودة للزميل حمزة لمواصلة فقرات صباح الشروق. أهلاً حمزة. شكراً جزيلاً مصطفى عبيد الله، أتمنى لك يوم سعيد وموفق.